اقرأ يا ولدي من صفحة 164 164 164. اعطنا رأس الآية، رأس الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية أول الصفحة: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. أحسنت. الآية وسط الصفحة: وجاء السحرة فرعون. والآية آخر الصفحة: وألقي السحرة ساجدين. رقم السورة؟ طب رقم هذه الآية آخر الصفحة؟ 120. ألقي السحرة ساجدين. 120. 120 صحيح. رقم السورة 7: سورة الأعراف. سورة الأعراف نزل في مكة المكرمة ولها 206 آية. سورة الأعراف يبدأ من جانب يسار وينتهي في جانب يمين، وهو يبدأ من صفحة 151 وينتهي في صفحة 176، وهذه الآية في جانب يسار. رقم الجزء: الجزء التاسع ورق الثاني من هذه الجزء، وفي هذه الصفحة 16 آية. الكلمة الآخرة التي في الآية أول الصفحة: إسرائيل. والكلمة الآخرة التي في الآية وسط الصفحة: الغالبين. والكلمة الآخرة التي في الآية آخر الصفحة: الساجدين. صحيح. طيب اقرأ من قول الله تعالى: حقيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.